بنعاني من ابراز المواهب لان الموضوع دلوقتي بقى علميا اكتر من قبل كده. قبل كده كان في مواهب وعندها الموهبه ان هي تقدر تعدي بالمرحله الصغيره، لكن دلوقتي كل الناشئين بيهتموا، لازم يبقى في تعليم كويس، لازم يبقى في عقليه كويسه، مش الموضوع كله مش كوره بس. فانا متاكد ان شهاب هيقدر يطلع بالموضوع ده بطريقه كويسه، ان كان فنيا او ادبيا او كل المقومات في لعيب الكوره هتبقى موجوده ان شاء الله. عايز اقول لك انت كنت من اجيال كره القدم عن طريق منتخبات، من الاجيال الكويسه والاجيال اللي مصر كلها كانت بتتكلم عنها وانها ظهرت بشكل كويس من ايام منتخب الشباب. شايف ان المستوى الهزيل اللي ظهر بيه منتخب الشباب في البطوله، خاصه انها كانت على ارضنا والناس كلها كانت متفائله ان البطوله دي تبقى من نصيب منتخب مصر والكلام ده كله، هل شايف ان اسباب المستوى اللي احنا ظهرنا بيه ده ايه؟ خصوصا ان الجيل ده واللعيبه دي كلها كانت لعيبه كويسه والناس كلها بتتكلم عنها بشكل كويس. مفيش شك ان اللعيبه دي كلها لعيبه كويسه. هديك مثال، احنا اول ما طلعنا واحنا صغيرين طلعنا لقينا مدرب اجنبي بيعلمنا طرق اللعب الحديثه، اتاسسنا صح. فانا كنت شايف ان هم لو كان معاهم مدير فني على قد المسؤوليه، طبعا الكابتن محمود جابر له كل الاحترام، بس اللعيبه انا كنت شايف ان لو في مدير فني اجنبي يقدر يتحكم في الجيل ده، لان الجيل ده كان المفروض هو يبقى الجيل بتاع منتخب مصر في كاس العالم اللي جاي او اللي بعديه بالكتير، فكانت الدنيا هتبقى احسن. لكن الفكره كلها ان اللعيبه ما قدرتش تتاسس صح، ما قدرتش تواجه كل اللعيبه المحترفه اللي في الانديه في المنتخبات الثانيه، ان كان سنغال ولا ان كان موزمبيق ولا كان المنتخبات دي، مع ان المنتخبات دي في الكوره اقل مننا بكتير. لكن الموضوع ما بقاش فنيا اكتر، الموضوع بقى تعليميا من الصغر. فعشان كده الفتره اللي جايه لازم نهتم بالناشئين اكتر من الفريق الاول. الدوري الزمالك ما عندناش المعاناه دي من فتره كبيره جدا في الدوري، وفي نفس الوقت في بطوله افريقيا. شايف ازاي المشوار الاول في الدوري، ازاي الزمالك قدر يتخطى ده بسرعه، وايه المستوى في بطوله افريقيا؟ طبعا مش هقدر اقول لك ان الزمالك كويس أو لا طبعا الزمالك فنيا مش احسن حاجه. تاني حاجه اداريا نادي الزمالك بيمر بمرحله من اسوء المراحل في تاريخ نادي الزمالك، واتمنى ان اللعيبه تفصل عن الموضوع ده، وان شاء الله ان شاء الله يقدروا يرجعوا في افريقيا ويصعدوا. ياما قابلنا ظروف اصعب من كده، ومش هيقابلنا ظروف اكتر من وقف القيد في السنتين اللي فاتوا وخدنا فيهم الدوري، وان شاء الله ان شاء الله نحاول ان احنا نعدي في افريقيا ونوصل للدور اللي بعد كده. شكرا. تكيل اللعيبه بقى، انت كلاعب مريت بالسلوك جوه نادي الزمالك، ازاي تقدر اللعيبه تقدر، خاصه النادي او الفريق فيه لعيبه كتير صغيره، لعيبه قليله الخبره؟ طبعا لو في لعيبه صغيره ففي لعيبه كبيره، اللعيبه الكبيره شيكا عبد الشافي، الناس دي لازم تعرف اللعيبه ان لازم تفصل. ياما نادي الزمالك مر بظروف اصعب من كده، حتى اللعيبه الصغيره دي هي اللي جابت الدوري لنادي الزمالك، فالمفروض ان هي ما بقتش صغيره، فلازم يحاولوا بقدر الامكان ان هم يفصلوا، لان نادي الزمالك هيفضل يعاني الفتره اللي جايه خصوصا في الظروف الحاليه. فاتمنى ان النادي ما يخشش في دوامه دخل فيها قبل كده، واتمنى ان هم يصعدوا في دور المجموعات.